سي سلمان اليوم اللي نتفق سي يفشل في الانتصار بالرغم أنه كان مطالب بالانتصار؟ أكيد احنا كل لقاء مطالبين بالانتصار. مرة أخرى قدمنا يمكن شوط أول طيب، شوط ثاني يمكن ما كانش كما الشوط الأول. شوط بشوط أنا قلت نتيجة عادلة، معناتها كان يمكن واحد من زوز فرق كان يجي ينتصر، معناتها بون مالوريزمون مرة أخرى معناتها النتيجة ما حابش الحظ يضحك لنا مرة أخرى، لكن علينا كان نكملوا نخدموا على رواحنا. وهذا ما تشوف توا باش نحضروا ماتشونا نمشيو لسوسة نخدموا على رواحنا وماشيين زاد مطالبين بالانتصار. قبل ما نحكيو على مباراة السوسة الجمعة اللي جاية، مش نحكيو على سياسة الأهداف نتاع الفريق ممكن بعد التعادل اليوم تبدلت؟ شوف احنا الأهداف باش نكملوا الشامبيونات تاعنا لآخر جورني نلعبوا، معناتها باش نحسنوا الترتيب نتاعنا أكيد مالوريزمون. لكن البطولة الإفريقية هو الأوبجيكتيف الأول نتاع السي سي إس إن شاء الله، وإحنا تو تعدينا للليبول وتو إن شاء الله بعد القرعة باش نحضروا ماتشواتنا وإن شاء الله نعملوا باركور باهي في البطولة الإفريقية، يكون معناتها أحسن تعويض للبطولة معناتها. والله بالنسبة لي نحن خسرنا نقطتين، ما وفقناش ربي باش نجيبوا انتصار، معناها كان في متناولنا. هلا غالب واحد ما فقناش ربي كما قلت لك، فرصه من الاول الربع ساعه الاولى اكتشف معناها قاعدين نقدموا في مردود به، النتيجه مش قاعده تتبع ان شاء الله في البارتي الجايين ربي حلف وجونا ان شاء الله ربي معنا. الولاد عملوا مباريات كبيره ومباريات باهيه، نلعبوا كونتر ادفيسير معناها باهي وحاضر، حابين نروحوا بطريقه بوان قدام جمهورنا وعلى ارضيه الملعب تاعنا باش نفرحوا جمهورنا. هلا غالب ربي ما سهلش، عملنا مباريات كبيره الولاد الكل عملوا اللي عليهم، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله نصلحوا من اخطائنا ونزيدوا نبليكي وقت ان شاء الله. صحيح ضيعنا دو بوان، لعبنا ضد فريق محترم لاتاك رابيد نتاعه والكونتر كانوا طار برشا، اليوم شفنا معناتها احسن حارس في تونس كان موجود كان ديسيزيف، مش كان في ضربه جزاء كان ديسيزيف في تروز اوكازيون خلقونا زاد في ليباراريتي. احنا لعبنا برشا فولونتي، حاولنا برشا نبنيو الاجسام، كانت موجوده الفكره دي فوا نجحنا دي فوا لا، مي ليتا ديسبري كان موجود كنا نجمو نرفعو، سيرتو ضيعنا العشر دقائق الاخرى نتاع الشوط الاول والعشر دقائق الاولى نتاع الشوط الثاني كانوا كاتاستروفيك، بنا فيهم هدف ما لازمش نقبلوا هدف كيما هكا، معناتها ياخذ كره في عقله يعطي ترانسفيرسال في عقله وسيد يمشي على اليمين رودري في عقله اللي ماركي زادها وحده، هذا الكل ما تنجمش تقبل بمده مع جماعه كيما الكلوب، معناتها ما عندكش حق تعمل الشيء اللي عملناه، ما عرفناش نجري ومن بعد ماركينا الهدف، من بعد حاولنا الكل في الكل لعبنا، دخول عمدوني كان باهي، دخول حباسي كان باهي، دخول حسام الوادي كيف كيف، حاولنا نفوزوا كنا نجم ونقبلوا زاد على خاطر معناتها لعبنا لوتو فور لوتو، مالوريزمون معناتها لا تعاوننا احنا النقطه لا تعاونهم هما.